أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حصة بوضوح يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي اليوم في هذا العدد السيد الدكتور عبد العزيز بالعيد رئيس حزب جبهة المستقبل أهلا وسهلا بك سيد أهلا مرحبا بك بارك الله فيك على قبول الدعوة الله بارك الله فيك أولا سيد بالعيد ربما نبدأ يعني مباشرة في الموضوع نتحدث عن المستجدات السياسية الحاصلة ربما فيه كلام كثير ولغط كثير في الساحه السياسيه عديد المواضيع خلينا نتكلم ربما على الموضوع الاول اللي 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 يعني اسال كثير من الحبر وما زال فيه تطورات وهو موضوع الغاز الصخري يعني شفنا تطورات في هذا الملف موقف حزبكم ربما خليني نقول غامض تماما من هذا من هذا الملف ماكم مع ماكم ضد بعد بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقه الغاز الصخري في الجزائر يعني في هذه السنة عوض أن يكون خير على البلاد أصبح يعني نقمة وهذا بالتصرفات اللي كاينة من كل الأطراف بالطبع حزبنا هو الحزب الوحيد اللي دق جرس الخطر في المبدأ وكان تاعنا واضح طلبنا من السلطه انها توقف كل التنقيب والبحث وفتح حوار شامل بين كل الجزائريين يعني لان يهم كل الجزائريين وليس فقط سكان الصحراء وبطبع سكان الصحراء هم بطبع اللي يتلقاوا مباشره كل السلبيات تاع الغسخر لانهم يسكنوا في علم في علم المكان وبالتالي لابد ان نفتح حوار وهذا الحوار ليطمئن الناس حوار يكون مفتوح حوار سياسي حوار اقتصادي نشوفوا هذا الغاز الصخري يعود بالفائده على البلاد وخاصه بالتكلفه نتاعو وايضا حوار اجتماعي وحوار تقني للاسف كان تعنت تاع السلطه انها اه تواصل شغلتها وكلموا من قبل أن الشعب تاعي صلاح خرج وكثير من ولايات أيضا اللي خرج فيها الشعب وبدأ رأيه أنا نظن أنه في البداية كان نوع من الاحتقار تاع السلطة لسكان عين صالح لهذه الدرجة؟ الدرجة لأنه يشوفوا أنه كتلة صغيرة ويعني بالنسبة لهم ما يقدروا يديروا والو يعني ما يقدروا يديروا والو هاد الناس هادو والاحتقار ايضا يشوفوا انه كاين اللي يقول لك كيف هذا الشيوخه والعجايز وهذا النساء وهذا اللي جا نخرجوا هل اللي يعرفوا الغاز الصخري فكان نوع الاحتقار انه الان سكان الصحراء بفضل ديمقراطيه التعليم عندهم ولادهم قاريين ديز جونيور فاهمين الوضع والشعب فاهم الوضع و احنا بالعاميه تاعنا يقول لك العمود يضحك يعميك أنا نظن انه ما كانش التعامل مع القضيه ما كانش تعامل عقلاني عوض ان يفتح حوار حقيقي بين سكان الجنوب والمجتمع الجزائري ككل بين السياسيين بالاقتصاديين الاجتماعيين وحتى التقنيين وفي الاخير اذا كان بالفائده على البلاد ما كانش واحد ضد الخير للبلاد شكون اللي يتحمل المسؤوليه سي <applause> أنا دكتور يعني في انا انا نظن ان المسؤوليه تحملها السلطه من في السلطه؟ من؟ في شكون السلطه السلطه لما نتكلم على السلطه هم اللي حاكمين زمام الامور يعني لان عوض انهم يوقفوا ويفتحوا حوار يعني مشاو في المسار نتاع التنقيب ومسار المسار العمل بدون انهم ياخذوا بين الاعتبار او الحسبان موقف الشعب فدائما انا نقولها ان الحكومه او السلطه او حتى الرئيس هما عباره عن مسيرين للدوله الجزائريه وشكون اللي حط مسيرين عن طريق الاقتراع ولو احنا نشك في اقتراعات احنا في الجزائر دائما عندنا الشعب ولكن الشعب هو المالك وهو الوحيد اللي يقدر الاقتراع يعني وانت المرتبه الثالثه في الرئاسيه واش من اقتراع تشك فيه؟ دائما ان في الاخيره احنا, احنا كحزب درنا موقف واضح من ناحيه الانتخابات وطالبنا ان بين نبتعد, يعني. نبتعد بين قوسين ان نبتعد على ان الاداره هي التي تنظم وهي التي تسير الانتخابات وفي الاخير هي التي تعلن الانتخابات وحنا طالبنا بلجنه وطنيه مستقله ما منتخبه الطلب. وهذه وهذه طلبناها احنا اول حزب اللي طالبنا بهذا الشيء هذا انا ذاك وقبل قبل ما تشكل تونس انتخابات في 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 تونس قمة شكل اللجنة الوطنية تاعها المستقلة احنا طلبنا بهذه اللجنة طيب نعود للاسف نوليو الغاز موضوعنا الان الجيش نزل يعني شفنا حتى الجيش نزل انا 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 عبرت عليها ان بخروج الجيش هو فشل لكن بطلب المواطنين هو فشل أن نعم نعم بخروج يعني لا بخروج الجيش, الجيش هو فشل الطبقة السياسية في الجزائر وفشل الحكومة بما فيها انتم الاحزاب يعني بالطبع لان أن... يعني حتى انتم الاحزاب تتحملوا هذه المسؤوليه علاش علاش احنا الاحزاب نتحملوا مس... المسؤولية. اثناء نعم. التنسيقيه راحوا ووقفوا وساندوا المواطنين وتصدروا الصفوف الاولى لا يعني. لا هو التنسيقيه وقفوا يعني اسمع لكن سي بالعيد ما شفناش احنا اسمع احنا 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 دائما نقولها احنا ما نلعبش اللعب هذا اننا نوقف على على قضايا تاع الشعب م. بهذه الطرق لما تقول لي وقفت كان الناس اللي تحاول دير البوبوليزم تتحرك وتمشي ويشوفوا راني مساند لا يقول لك احنا موقف إحنا السياسي واضح احنا يعني ما كانش شيء تحت اخر موقف سياسي واضح رانا مع شعب عين صالح لا احنا الموقف تاعنا السياسي واضح ودرنا بيان وقلنا ها هو الموقف تاعنا وتكلمنا على الحوار احنا ما احنا الموقف تاعنا واضح من اجل الجزائر ومن اجل استقرار الجزائر اما ان نمشي مع كتله ضد كتله ولا مع 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 السلطة ضد الشعب ولا مع الشعب ضد السلطة هذا لعب لي يؤدي بنا إلى الانسداد ويؤدي بنا إلى كيف لعب يعني تنسيقية تلعب أحزابها الكبار و... وكل شخصياتها البارزة تلعب كي تقول لي كبار الأحزاب الكبار الكيب... الكيب... في ناس يعني مثلا الناس كبار في الوزن, اسم... الوزن. الكبار تاع الحزب هو بالأفكار هو ما يقدم لهذا الشعب أما سهل باش واحد يكون في المعارضة وكل واحد لأن الإنسان لما يسير لما يسير زي ولما يكون في المعارضة زي وحنا شفنا هذا الناس اللي تكلمنا عليهم كانوا يسيروا ما هو الموقف تاعهم ولما كانوا في المعارضه ولا الموقف تاعهم معني على السي علي بن فليس لا لا ما نعني حتى على واحد نعني على السي بن فليس نعني على شوف نعني على كل واحد اللي كان مسير في م. هذا البلاد لما يكون مسير المواقف تاعو تكون زي لما يكون في المعارضه يبدل كل مواقف تاعو احنا في الحقيقه يعني نريد ان تكون السكينه في هذا البلد نريد ان يكون الاطمئنان في هذا البلد نكون يكون الايمان وهذا باش يكون ما يكونش بالتعنت او بالمواقف الصلبه او بالانسداد او اننا نتكلم بلغه بلغه قبيحه او بلغه قاسيه لازم يكون بالحوار والحوار لازم الشعب يفهم باللي انت جيت تبني مش جيت تخرب طيب ما جيش و ضد انسان نرجع الموضوع ان الجيش الحوار لما نتكلم الجيش خروجه هو فشلنا جميع ف أه علاش؟ لأن الجيش عنده مهام دستورية، حماية الدولة الجزائرية، حماية الحدود، عنده مهامه. الآن إحنا حولناه من المهام هذه دخل في مهام أخرى، اللي هي في الحق مهام مدنية، اللي يتولوها يتولوها يعني يتولوها رجال الأمن العادي أو يتولوها السياسيين. للأسف الحوار كان غير غير مفتوح حقيقة. ونحس أنه حتى لما مشاو البعض.. مكلفين من طرف السلطه يحاوروا الشعب فكان هناك حوار دون ايقاف آآ آآ يعني آآ استغلال استغلال ليس الاستغلال. أو أو استغلال او البحث أو أو البحث كما شئتم يعني. فانا نظن ان الغاز الصخري احنا قلناها في الموقف تاعنا يعني ليس بشيء يعني مستعجل يعني تشوف لازم نوقفوا نوقفه كل شيء ونفتحوا حوار ومن بعد يطمئن الناس نبداو في الشغل تاعنا وممكن انه التقنيات الاستخراج الصغيرة الاندية راهي مكلفة جدا مم. انها بعد سنة سنتين ثلاثة لان البحوث كاينة ممكن نلقاو اشياء غير مضرة للطبيعة مم. غير مضرة لل واقل تكلفة فاحنا طالبنا بايقاف ونمشي للحوار للاسف انه الناس اللي حاورت ان الشغل ماشي ويحاولوا يقنعوا الناس انهم يدخلوا بيوتهم وهذه بالطبع ما, ما تخليش الثقه تكون لان انعدام الثقه بين الحاكم والمحكوم بين الشعب وبين السلطه هو اللي خلانا نوصل لانسدادات وانا شفناها في كل المجالات يعني علاش انسداد لان الثقه ما كانش ولما يتكلم مسؤول ما ياخذوش بعين الاعتبار كلامه لان يشوفوا باللي فيه تلاعب سياسي او فيه لعبه اللي هما ما ما, ما لكلامه فأنا انا نظن ان الغاز الصخري الان في الجزائر يعني مش اولويه يعني مش اولويه لا اقتصاديه ولا حتى لما اعطوا التبريرات انه لابد اننا ندير البحوث ومن على 2020 2025 أننا نبدا في الاستغلال فممكن نبعث باطارات جزائريه تكون اكثر ونعرف اكثر نتعرف اكثر على هذا الغاز الصخري وكيفيه استخراجه هل هو مضر ام لا وكلنا رانا نقراو الان في كيف استخراجه وما هي تاثيرات نتاعو المحيط فيعني لابد ان يفتح حوار طيب وفي الاخير نصل الى حلول طيب وش موقف حزبك السيسي بالعيد من, من تعديل قانون الاسره خاصه المتعلق خاصه بالطلاق اللي في الرساله اللي جات من طرف السيد الرئيس في الحقيقه احنا كجبهه المستقبل فتحنا حوار وفقط يوم السبت هذا كان اجتماع مكتب وطني وتطرقنا الى كل القضايا كل القضايا التي تاتي من فوق وتطبق دائما فيها ثغرات ودائما فيها تخلق بعض 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 النزاعات وبعض المشاكل وانا نقول بلي اي قانون اللي يجي للشعب الجزائري لابد ان يفتح في حوار وما تكونش قضايا مستعجلة بين شهر وشهر نخرج بقوانين هكذا ومن بعد نحاول أن نرقع الأشياء فالحوار بين كل يعني الفاعلين في الساحة السياسية من أحزاب سياسية من جمعيات نسوية أو جمعيات يعني اللي عندها علاقة وبين رجال القانون وبين أيضا رجال الإعلام ورجال العلم في في السوسيولوجي في البسيكولوجي في يعني في كل علم اجتماع للوصول الى سن قوانين اللي ما نعاودوش نتراجعوا عليها. للاسف في كل مره في الجزائر تخرج قوانين ومن بعد نتراجع عليها ماكش معارض ما انه نعاودوا نعدلوا قانون قانون الاسره ماكش معارض ما وعلاش لا قانون الاسره ليس بالقران معليش يتعاود ولكن نفتح حوار في المجتمع الجزائري ونشوف المجتمع الجزائري وين والشعب الأغلبية وين يميل وهذا ما لازمش نريد أن نرضي جهة من الجهات أو نريد أن نرضي ممكن بعض القوى أو بعض المؤسسات الدولية هذه للدفاع عن المرأة أو مؤسسة في, في, في تشوف في أنه كاينة هذه النية من طرف السلطة؟ بالطبع دائما احنا يا لما نحاول ندير شيء في الجزائر دائما نشوف تاثيراتها على مستوى وطني ونشوف اكثر تاثيراتها على مستوى دولي خاصة لو لابد ذلك بقانون العقوبات يعني الخاص بتعنيف المراه احنا مثلا قانون العقوبات علاش ما فتحناش حوار بين كل 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 الفاعلين في الساحه السياسيه ونوصل الى سن قوانين حقيه فانا نشوف الان انت معه حزبك معاه ولا ضد, في في ضد قانون العقوبات الحزب تاعك معاه ولا ضد ما تقدرش لان احنا في الجزائر يا يا القانون عدّا يعني راه في البرلمان أو القانون الان الان صوتوا عليه ولا ضد شوف نقول لك هذا هذا المواقف اللي كانت في الجزائر اللي جبهه المستقبل ترفضها انه يا ابيض يا اسود يعني ما يعني. ما يعني احنا دائما نختار الثالث وش دائما الخيار؟ مثلا لاش. قانون العقوبات هذا قانون العقوبات قال البعض قال البعض قال انا تسمح لي ايضا البعض قال بانه مدينا الحقوق كثير يعني للمراه وانه كذا وانه موش موش, موش مو ممكن تتواصل الامور كما شفنا انت رايك مثلا؟ انا رايي ان القانون لابد ان يكون عام ليس القانون من اجل يعني كتله او او من اجل أو أو امراه او رجل القانون الناس كل لما تقول شتم المراه او ضرب المراه وضرب الرجل وشتم الرجل ايضا لما واحد يشتم واحد او واحد يسب واحد فالقانون يعني ما مساواه يعني لابد ان القانون هذا هذا هو القانون في الحق في العالم ان القانون يكون مساواه لما يكون القذف للمراه والرجل نفس الشيء هذا احنا تكلمنا على الانسان كانسان لابد ان نرى الانسان كانسان ما نشوفش يعني ما هل هو يعني لو سكس مم. هذا انسان ولابد ان نحترم الانسان ولما نسن القوانين نسنها عامه وشامله وليست تخص كتله او, أو يعني أو انت ضد قانون العقوبة فهذا الشيء هذا اللي, اللي وصلنا انه فيه جدل الان لما يخرج قانون ويكون عليه حوار شامل ويكون عليه اتفاق لما يخرج قانون يخرج عادي اما لما يكون قانون يعني يخرج من كتله او من مجموعه ويقصي الاخرين فاحنا الان رانا في جدل وراك تشوف الان الجدل اللي هذا الجدل فعلا هذا الجدل هذا هذا شوف باللي يلهي على الامور الجديه بالطبع تلهينا على, على امور كثيره عوض اننا نسير يعني في, في ما في في, في بناء نتبعوا غير في قانون المراه في قنوات الفضائيه عوض اننا نمشي في بناء دوله القانون نمشي في بناء دوله قويه احنا تلهينا بالقضايا وهذا اللي صرات في في تعديل الدستور لا في تعديل الدستور ولما حذفنا العهدتين وجدنا درنا بالموازات واش درنا من الموازات اعطينا في هذا الدستور يعني نسبه مئويه للمراه في الانتخابات البلديه والولائيه والتشريعيه وسلطنا الضوء على هذه النسبه ونسينا انه نحينا يعني بند اللي اساسي بالنسبه للديمقراطيه في الجزائر وهو العهدتين تحديد العهدات ف هذا يعني انا لا فهمت ضد ترشح الرئيس للعهده الرابعه موش ضد الرئيس ترشح العهده الرابعه انا كنت مع ابقاء العهدتين وهذا من اجل إرساق قواعد ديمقراطيه حقيقيه من اجل ان يكون حقيقه التداول على السلطه حقيقي وهذه اللي تخلي ايضا انا نقول خليني, خليني انا نفتح قوس ونخليك تجاوب هنا يقول لك قائل اسيدي نتوما رؤساء الاحزاب بداو بانفسكم نتوما رؤساء الاحزاب ما تخلوش حتى التبادل على العهدات وانا مع آه. رئيس حزب رئيس آه. حزب واحد حاجه عنده ستيام موندا واحد عنده كاتريام واحد عنده 20 سنه واحد عنده 30 سنه واحد بالك حتى الحمد. يموت الحمد, الحمد لله الحمد لله انا منظمة مازال ما درتهاش <applause> ربي <applause> يكمل لك واش عليك <applause> العفو احنا موندا مازال ما درناهاش وانا مع ان حتى في الاحزاب ايوه لابد ان يكون ذلك لابد ان تكون تداول وتكون عهدات لان لان العمل السياسي ولما الانسان يبقى في عمل مده 10 15 سنه 20 سنه يولي عمل روتيني ويمل وايضا آه ما, نشوفش ما, يعني. ما, ما, ما نشوفش ما نشوفش الرئيس نشوف الحواشي تاع الرئيس مم. ان دير جذور ويبدا يبدا العمل لوبيات يعني. يبدا لوبيات ويبدا عمل الفساد مم. فكل ما يكون فيها تبديل حاصل هو الان حاصل يعني يعني بالتبديل نقضي نقضي على التبديد نقضي على التبديد مم. و آه بالطبع الان الان الآن, الان في الجزائر كل كل يوم يعني نشوف يعني صراخ نتاع سياسيين ونتاع مواطنين ونتاع كذا بالفساد اللي كاين في كل مستويات في كل المجالات وهذا لماذا 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 الاخير تاع لويزا يعني لا كان في بوضوح هو صوت من الاصوات ولكن احنا يعني كجبهه المستقبل نريد ان تكون يكون يعني في الجزائر نوع من الاستقرار، وهذا الاستقرار يكون الا بالحوار، وايضا ان الانسان يقضي على الانانيه وان يفتح المجال للاخرين، وبالطبع لو يكون عمل حقيقي في الساحه السياسيه، ونفتح مجال لكل الناس، راح نستقطب اكبر عدد والان لاحظوا بالنسبه للانتخابات بالنسبه حتى الاحزاب عزوف كبير تاع الشعب والشعب ما يدير ما يثقش في السياسيين لا الشعب الان ما يدير الثقه لا في السياسيين ولا في السلطه ولا في الاداره الشعب يعني علاش علاش وطغاة الانانيه ضغط الان على الناس صحيح. كل واحد الان انا ونفسي صحيح. انا وعائلتي ويعني اه اه بعدين الجحيم وهذا اللي داب الجزائر الى اه اه يعني انسداد في, كثير اللقطة. من المجالات خليني اقول نتكلموا شوي على على تعديل الدستور اه بعض خليني أقول الشخصيات اللي قريبه من السلطه تقول انه تعديل الدستور قريب وش تشوف ممكن يكون في تعديل احنا الدستور احنا سمعنا بتصريحات وزير الداخليه وزير الداخليه داخلية بعض أو السياسيين بعض السياسيين, السياسيين القراب يعني اه احنا الموقف تاعنا كان واضح وساهمنا اه في تعديل الدستور بوثائق ومشينا وتلقينا اه كل المكلفين اه بلقاءات الاحزاب والمجتمع المدني بصفه عامه ثم بدينا الدعوه بدينا راينا واعطينا راينا مكتوب وتمنينا انه يكون دستور حقيقي للشعب الجزائري وليس دستور بدله للمسؤول كل مره يتبدل دستور حسب الوضع وحسب الظروف وايضا حسب يعني نوع من التكتيك السياسي فنحن نريد ان يكون دستور جامع دستور الجزائري مع التعديل هذا تشوفيه تكتيك سياسي تشوفيه دستور ممكن يكون صحيح فعلي. احنا احنا شوف دائما تفائل الخير تفائل خير تجدوه احنا عمرنا ولدك كانت عندنا نيه سيئه رغم كل مره نتصادف باشياء يعني معاكسه تماما للتصريحات فالتصريحات تصريحات ديمقراطيه تصريحات اللي تلم ولكن لما تخرج القوانين ولما تخرج الاشياء تخرج عكس ذلك فنتمنى ان هذا الدستور يكون دستور جامع ودستور حقيقي طرحتم منصب آه خلق منصب نائب الرئيس لا لم نقترح ذلك انتم مع خلق هذا احنا المنصب احنا أم لا؟ احنا مع بناء لان لما تخلق منصب وهذا المنصب ما تعطي له صلاحيات او تخلق هذا المنصب من من اجل آه تكتيك معين ما عنده حتى معنى احنا في الحقيقه كاين اشياء آه في الدساتير تاع العالم اللي هي اساسيه من ضمن هذه الأشياء هي العدالة لابد أن تكون عدالة مستقلة بميكانيزمات يعني الأمور عليها عالميا عالميا ما. ثانيا بالنسبة للانتخابات لأن الانتخابات هي أساس ديمقراطية في كل دول العالم لما الانتخابات يعني تكون في يد الإدارة وهذه الإدارة هي اللي تسير الانتخابات وهذه الإدارة تعلن الانتخابات وهذه الإدارة تدير كل ما يتعلق بالانتخابات دائما الانتخابات تجي يعني عرجاء وتجي كل الناس للانتخابات عندنا في الجزائر منذ يعني دخولنا في في الديمقراطيه ودائما نتكلم على التزوير فنقضي على هذا بمؤسسه دستوريه مؤسسه دستوريه حقيقيه منتخبه مستقله اللي تقضي على هذه الاقاويل باش ندخل ديمقراطيه حقيقيه لو, لو يكون أيضاً كان منصب لو يكون منصب آه نائب الرئيس شكون تشوف الشخصيات اللي تقدر جاهزه انها تكون في هذا المصر اه احنا في عقب ما نشوفش الاشخاص لا الشخصيه السياسيه مش الاشخاص نتكلم عليك لا حتى الشخصيه السياسيه لان لما تكون قوانين تكون مؤسسات مم. اي انسان قادر يسير اي اطار جزائري قادر يسير ما كانش واحد خير من واحد في العمل السياسي ممكن ممكن كان الخبره كان, مم. كان اشياء ولكن هي قضيه ان لما تكون دوله مؤسسات وهذه المؤسسات قويه يعني اي اطار ليجي يجي المؤسسه تمشي فلابد اننا نحي من ذهننا ما عندكش مثلا يعني جاهزه ما عندكش مثلا اسماء جاهزه تسوق في الاعلام ممكن يكون فيه هذه هذه اللي في العالم الثالث مرضنا بها في العالم مم الثالث, مم الثالث مم اننا دائما عندنا لوميد لا بيرسون شوفوا هذا الشخص هذا هو آه يعني لوم بروفيدونسيال هو اللي يحل كل المشاكل رانا غالطين حتى الان في كل المستوى حتى في الشركات حتى في اللعب في كرة القدم ما بقاش الشخص هو اللي يدير سي ليكيب الفريق هو اللي يدير شيء ولما ندير الفريق نتكلم على الفريق نتكلم على النظره المشروع على المؤسسات باش نوصل للشخص انت وصفت مبادره الاف اف سي بالعيد بانها مبادره جيده ومرموقه وانه رغم انه يعني ما كانش مبادره انا تلتقيت بعض مع الاطراف معظم الاطراف تقول لك جابوا لنا ورقه بيضاء والسلام عليكم وهي مبادره في الحقيقه مرفوضه يعني من طرف السلطه ومن طرف المعارضه انت فقط انت وسيد الويزا حنون ربما بالاسماء المعروفه اللي راكم تقولوا انه هذا لا انا انا لما قلت مبادره مليحه لان ما كانش لانها ورقه بيضاء لان الخلفيه هو التقاء الطبقه السياسيه كامل احنا ما تلقيناش مع بعضنا البعض باش نحاوروا بعضنا البعض ف لففس طرح شيء هو اننا نتلاقاو من اجل الحوار وكل واحد يجي يحاور ممكن اننا كل واحد يجي باشياء تكون 100 نقطه وممكن تفق على 20 30 40 نقطه اساسيه والباقي يخليه اللي راهي فيها خلاف الى مرحله اخرى فعلاش قلت مبادره طيبه وحنا مشينا فيها لان هي اساسا هي الحوار واحنا كحزب تشوف حتى الشعار تاعنا البدايه تاعه هو حوار كيفاش ترفضها من طرف حزب السلطه ومن طرف يعني سعيدان يرفضها بن صالح رفضها المعارضه رفضتها نقول لك الرفض علاش؟ لان ما ناش لحد الان الطبقه السياسيه مش مستعده باش تلقي بعض البعض لان هناك خلفيات وكل واحد يحسب نفسه هذا خلفيات كثيره وكل واحد يحسب لنفسه و للأسف مثلا والله بن صالح للاسف لو تقول لهم السلطه روحوا يروحوا حتى نكونوا واضحين سي يغلطنا للاسف, للأسف انه عمرنا ولا تلاقينا باش نحسبوا الجزائر نحسبوا البلاد احنا في الحق هذا الحوار واش يضر اي حزب الان لا في السلطه ولا في المعارضه لا هو مثلا, مثلاً حزب لا قال لك انا ما نقعدش مع مع جمعيات ومع ناس ما مش معروفين وشخصيات وطنيه انا حزب كبير وهذا وهذا هو اللي دانا لهذه المشاكل نحتقر بعضنا البعض يعني كلام سعيد يعني احتقار حبيت تقول يعني كتله صغيره قدر تغلب على من حقه هو قال كان حزب كبير, يعني يقعد مع جبهه المستقبل مثلا الك الكبير الكبير هو الذي يحترم الصغير مم. هذا هو الكبير الكبرياء باش للرب سبحانه والكبرياء والكبر يعني لما واحد يكون كبير كل ما يكبر الكبرياء تاعو منين من الاحترام تاع تاع الصغار ومن الاحترام تاع الناس فكل ما واحد يحتقر كل ما يحتقر الانسان اللي يحقر يتحقر ف حزب صغير احنا الحمد لله حزب عندنا ثلاث سنين يعني لا طفينا الشعل عندنا ثلاث سنين ولكن بعد شهرين نتيجه ايجابيه بعد, شهر يعني بعد شهرين ما دخلنا الانتخابات دخلنا البرلمان صحيح. دخلنا البلديات والولايات دخلنا الرئاسيات وجبنا نتائج لان عندنا عازمة واراده عندنا مناضلين صادقين وعندنا أيضاً, ايضا عندنا ايضا عندنا ايضا الشعب الجزائري اللي مدير الثقه مم. الشعب الجزائري يعرف يعرف السياسيين السياسي اللي اللي يحوس بالعام يقولوا يكلخ او يكلح الناس السياسي اللي يحوس انه يتلاعب بالناس والسياسي اللي حقا جاب شي بني وجاب شي يضيف حتى المعارضه رفضت حتى المعارضه, حتى المعارضة ف رفضت ف ف يعني مش غير احزاب السلطه هذا لان لما لفج المبادرة غدو يجي المبادره اي حزب ما يسمى بالكبير او بالمعارضه او اي حزب الاخرين يرفضوا لان لحد اليوم كلنا نتغنى بالديمقراطيه السياسيه الجزائريين ولكن واحد فينا ما هو ديمقراطي داخليا كلنا نتكلم بالحوار ولكن احنا نرفض الحوار كلنا نتكلم ده خطر لما نتكلم على المعارضه او في السلطه كل الناس لما يجوا يديروا الخطاب تاعهم تلقى الخطاب تاعو يعني ما شاء الله ولكن لما يجي التنفيذ تلقى العكس خطابه فالديمقراطيه اساسها هو الحوار والحوار لن يكون اذا كان فيه الاحتقار او فيه حسابات ضيقه انا 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 واش 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 يعني يمنع أن نتلقاو كاحزاب أن نحاور بعضنا البعض واش يمنع واش هو واش اللي يمنع ف انا نظن ان المبادره جابها لا فاس حزب اخر احنا ما كانش حزب طلب منا يحاورنا ورفضنا نتلقاو طيب واضح الموقف كيفاش تشوف الخرجه الاخيره للسيدة لويزا حنون في حصة بوضوح يعني هنا قالت كلام يعني كان بمثابة زلزال سياسي يعني كثير من الكلام قالته وجاب الكثير من اللغط بما فيها مطالبتها الشقيق الرئيس ومستشاره الخاص السيد سعيد بوتفليقة بضرورة الكلام وأنه كذا وأنه لازم كيفاش تشوف هذه النقطة؟ والله أنا, أنا كل كل خلي تجاوبني بعد الفاصل سي سي بالعيد أفضل أعزائي المشاهدين بعد الفاصل آه نواصل الجزء الثاني من حصه بوضوح مع الدكتور آه عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهه المستقبل. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مجددا في الجزء الثاني من حصه بوضوح دائما مع ضيفي آه السيد الدكتور عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهه المستقبل. أه كنا نتحدث السي بالعيد على على التصريحات الاخيره للسيده لويزا حنون اللي كانت في حصه بوضوح من دوشك انت قلت لي تبعت الحصه كان يعني تكلمت تقريبا احدثت ضجه كبيره تصريحاتها بما فيها مطالبتها الشقيق الرئيس بالكلام وبالتدخل باعتباره انه كذا انت تشوف؟ هو في الحقيقه كل مسؤول سياسي ومسؤول على التصريحات تاو ولكن ملاحظه عامه إنه كثير من الإطارات الجزائرية دخل السجن على أساس رسائل مجهولة في تحريك الدعوة العمومية ويدخل السجن لما يكون تصريح في هذا المستوى رئيس حزب أو مسؤول وطني يصرح بهذه الأشياء لابد أن العدالة تحرك الدعوة وتبنى الحقائق لأن الآن لما العدالة تديرش العمل تاعها وما يكونش وضوح في كل هذه القضايا واش يولي؟ يولي الشارع هو اللي يتداول كل هذه القضايا وهنا واش نخلق؟ نخلق الفوضى ونخلق ايضا عدم انعدام الثقه في الجزائر. الان الجزائري يشك في كل شيء يجي في الجزائر. لان ما كانش ما كانش وضوح من المفروض انه كل قضيه تطرح من رجال السياسه او من اطارات او من مواطنين لابد ان يكون وضوح والعداله يعني تقوم بالواجب تاعها انا يعني هذه الاشياء اللي تخلينا في المجتمع الجزائري الان كل شيء نتاعنا غير واضح مثلا العداله و... تتحرك على واش الكلام اللي مثلا لازم تتحرك عليه العداله اللي سمعته انت مثلا في الحصه لأ وجاك مثلا لأ لما, لما لما تكون بعض الاتهامات او بعض الاشياء أن يكون وضوح يعني بخصوص لما تكلم ما قالت يقول الوزراء لا يعني على على وزراء على مسؤولين في الدوله الجزائريه على اطارات على لابد ان يكون لان ما نخليش تاويلات وما نخليش الناس تتكلم وفي الاخير يعني تنعدم الثقه لا في العداله ولا في السياسيين ولا في هذا الناس احنا الان نتاسف لما نشوف الجزائر الجزائري البسيط الان يقول لك اللي في الدوله كل سراقين اللي يقول لك السياسيين كل كذابين يقولك الناس كل هذو خطافين هذو باش يديو علاش علاش نطلعه كامل في في آآ يعني آآ في, في 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 نفس المستوى فإذا كان واحد دار يتحمل مسؤوليته وتمشي العدالة لأن الوضوح يخلي الشعب يطمئن على بلاده يطمئن على التسيير تاع بلاده الجزائر كل واحد فينا عن مسؤول وأيضا هو عنده يعني عنده مسؤوليه على هذه البلاد نقطه مطالبتها الشقيق الرئيس بالكلام واش رايك فيها هذه بوش فقط لما نتكلموا على 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 واحد انه يتكلم وما يتكلمش كل جزائريين كل المسؤولين الموجودين والان لو كان لو كان نشوفوا مثلا في, في, في الانترنت عبر الفيسبوك يعني يعني تشوف تشوف يعني الجزائر دا يعني فضائح كبيره راهي تخرج وهذه علاش هذه تعبر الجزائري البسيط او الشاب الجزائري البسيط اللي يدخل فيسبوك شنو يعني ديت جبتني وما جاوبتنيش سي لا لا ما ديتكش وما جاوبتكش انا الان بالنسبه لي اي مسؤول في الجزائر يتحمل المسؤوليه وفي اطار المسؤوليه تاعو يتكلم مم الان فيها اشياء تاع تحفظ من اجل بالطبع الاستقرار تاع البلاد كاين اشياء حقائق تقال وحقيقه لا تقال ولكن لابد ان يكون الوضوء عند الشعب الجزائري يكون وضوح وخاصة لما يتعلق الأمر بتسير أموال الشعب الجزائري بتسير شؤون الشعب الجزائري لابد يكون وضوح أنا بالنسبة لي كل كل السياسيين في الساحة السياسية يبدوا رأيهم يعطيوا رأيهم ولما تكون عندهم ملفات وتكون عندهم حقائق لابد أن يقولوها قلت لك مديت مديت ملفات يا سيدة لويزا حنون كانت عندي كانت مديت ملفات للجهات المعنيه فلا بد ان هذه الجهات تحمل مسؤوليتها لكن كان كلام اخطر مثلا لما تقول انه الوزير الاول ممنوع من الكلام في الوسائل العموميه أنا صدق أنا مثل هذا الكلام أنا, انا انا انا, نقول لك آه دائما في الجزائر يتوهمونا ولا يوهمونا انه فيه صراع تاع كتل وان هناك قوى راهي تصارع في هرم السلطه م. وهناك صراعات تاع مصالح صراعات على السلطه م. وهذه تخلينا آه دائما ننزع الثقه في هذا وفي ذلك. ما تشوفش فيها؟ وانا انا نقول لك تشوفش كاين صراع لك داخل السلطه؟ أنا, انا و... نقول لك ما تشوفش؟ انا ما نشوف صراع لما نشوف انتخابات رئاسيه كيف جرات. انا ما نشوفش اشرح لي هذه اشرح لي انا ما نشوفش ما بتجوز عليش سيب في لي من اشرح لي واش معناتها يعني لما الرئاسيه رئاسيه انا ما نشوفش ما نشوفش خلاف لما نشوف انتخابات شعيه كيف صرات <applause> انا نظن ان آه واش لي صرا تاعي يعني صرا ان السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقه يملك شعبيه كبيره فاز بالانتخابات مبروك عليه راه انا انا نظن انا نظن والله راني غلط هذا 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 كلامك كلامي نعم كلام أم... كس... لا مش كلامي هذا ما يقال م... م... مش كلامي لا لا, لا مش كلامي انا لا ك... م... انقل ما يقال اه تنقل ما كصحفي امام الكاميرا طيب ولكن واش واش تخمم طيب. كسائر الجزائريين شنو يفكروا باش شنو يفكروا فيه هو عكس ذلك يعني انت راك في حسن احسن بالعين احنا شوف قولي واش تفكر انت انك ضيفي نقولك قولي احنا بالنسبه لنا الانتخابات تكون نزيهه لما تكون انتخابات اللي يشارك فيها الشعب حقيقة أولا مشاركة كبيرة واسعة ثانيا أن اللي يسير الانتخابات ونظم الانتخابات ما يكونش منحاز إلى طرف من الأطراف وتعرف أن الإدارة وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكل في القاعدة كيف تجرى الانتخابات وراك تعرف أن في الانتخابات التشريعية السابقة تم الإعلان عن النتائج قبل الفرز ونحن كنا في عملية الفرز وتم الإعلان عن الانتخابات التشريعية فكل هذه تعطينا نظرة الانتخابات موقف المؤسسة العسكرية ما عليه لا ما لازمش نقحم المؤسسة العسكرية وكل مرة نذرع بها وواحد يقول لي معايا المؤسسه العسكريه واحد العسكريه راحت للداخليه وتركت المؤسسه العسكريه و... صوف وطرقت صوف المؤسسه العسكريه, العسكرية عندها مهامها الدستوريه عندها وايضا عندها دور اللي تلعبه في المجتمع في المجتمع الجزائري ما لازم تشوفوها يعني طابو ان المؤسسه العسكريه لازم تقعد في الكازرن وما متحر هذو جزائريين هما ينتخبوا هما مسؤولين عندهم عندهم واجبهم الوطني اللي يقوموا به وايضا عندهم تحفظهم وعندهم فبلازم نشوف المؤسسه العسكريه وكانها مؤسسه لازم تكون يعني مؤسسه فيجي وطابو واحد ما يتكلم عليها تشوف تقدر تمارس السياسه مش تمارس السياسه بطريقتها بطريقتها انها تساهم و تكون آه عندها كلمه بيان سير تكون عندها كلمه ممكن تكون عندها كلمه في الرئيس القادم مثلا وعلاش لا وعلاش لا في كل دول العالم احنا لما نتكلم هكا وكان في كل دول العالم في دول ديمقراطيه كبيره ولكن المؤسسات العسكرية وخاصة المؤسسة الأمنية تاعها عندها دورها تلعبه هو زياري فات معايا قبلك في حصة بوضوح قال لي ينتهي دور المؤسسة العسكرية بعد ذهاب الفريقان صلح صالح والفريق توفيق اللي جي جدد يعني هادو ثوريين ومجاهدين وكذا لكن بعد ذلك لان دائما نربط حنايا نربط المؤسسات بالاشخاص مم. لابد ان نبتعد على الاشخاص مم. لابد ان تكون يعني كمؤسسات لازم يكون كمؤسسات كيف تلعب دورها ف يعني لما نشوف في دول ديمقراطيه كبيره في امريكا في فرنسا يعني تتصوروا بالدي ب... بالديمقراطيه اللي أن... شاهدك يقول سي بالعيد يغازل في المؤسسه العسكريه يقول هنا لا لا شوف انا انا ما غازل حتى واحد <applause> انا بالنسبه لي كلام منطقي ان هذه المؤسسه تلعب دورها الدستوريه وعندها دور تلعبه في الساحه وما لازمش ان نشوفها مؤسسه محايده وما عندهاش حق ان تتدخل كسائر ولما نتكلم عن المؤسسه العسكريه كاين مؤسسات اللي عندهم ممكن لما تهز, تهز رجال الشرطه وتهز مثلا الحمايه المدنيه وتهز المؤسسات الاخرى باراميليتار ممكن العدد تاعهم اكبر بك بكثير من الناحيه العدديه تاع الرجال من المؤسسه العسكريه فهذه كلها هذه كلها هي مؤسسات تاع الجمهوريه ولابد ان تلعب دورها وكل واحد يلعب دوره الان هذا الدور هذا ما المدى تاع اللاعب وما ما, ما هي ال ال الخلفيه تاع اللاعب تاع الدور؟ لابد ان تكون هذه المؤسسات تبني الجزائر كسائر المؤسسات الموجوده في العالم انها تحافظ على الاستقرار تاع البلاد تحافظ على الديمقراطية في البلاد تحافظ على الدستور فيش على دور المؤسسة العسكرية حاليا فاش شوفوا حاليا دورتها أنا حاليا أنا, أنا نقول الآن حاليا فيه مخاض سياسي كبير في الجزائر مم. وأنا نقول أنه فيه خطر يعني بالنسبة لسير الحسن لكل مؤسسة الجزائر وهذا علاش لأن تغيب لغة الحوار وطغاة أيوة. تغات على الجزائر لغه لغه خطيره جدا أيوة. يعني بالنسبه لي هي كما يسميوها العاملين الان تاع بما ان الجزائر عندها إمكانية ماليه كانت عندنا إمكانية ماليه كبيره مالي يعني. فبدات لا وكثر العمل هذا العمل هذا اللي آه اللوبي المالي يعني اللوبي المالي الان الاحزاب تشترى وتباع المناصب تشترى وتباع الممارسات السياسية في الساحة السياسية كلها بالمال حتى نروح نلعب كرة القدم والرياضات الأخرى ونروح لكل مؤسسة الآن فهناك اشياء خطيره خلينا من كره القدم نروحوا والوش قلت انت قلت قبل الحمله الانتخابيه تاع اللي ترشحت فيه الرئاسيات بانه بانه من دفع وسعدني للتهجم على الفريق توفيق يعلمون ما يفعلون وستوضّح الرؤيه اكثر حول تداعيات هذه التصريحات بعد شهر من الان نعد اكثر من شهر وعد يعني وعد يعني عام يعني, بأن يعني يعني انت يعني انت راك رجعتنا آه رجعت تاعك إن أنا, 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 انا نقول ان عندك أكثر آه. على شهر سيبير نقول ان تصريحات لما تكون تصريحات تبني انا ما قلتش شهر ولا شهرين انا قلت شهر بعد شهر, أنا قلت شهر من الان تداعيات راح لا لا التداعيات أت... انا, لا لا أنا, أنا على اللي راح تكون سياسيه انا نقول ان دائما المسؤول السياسي يحاول يبني ويحاول انه يحاول انه يدفع بالجزيره للامام وخاصة لما يكون هذا المسؤول السياسي عنده مسؤولية كبيرة أو الحزب نتاعه عنده مسؤولية كبيرة لما نتهجم على المؤسسات لما نتهجموا على المؤسسة الأمنية في الجزائر يعني في رأيك أننا نحاول نبني فهذه المؤسسة لا نرجع لهوارا. هذه المؤسسة لكن لما تسمح لي, لي. يعني لي. تفضل هذه المؤسسة هي في كل دول العالم هي العمود الفقري تاع كل دولة المؤسسه الامنيه هي العمود الفقري لما احنا نضرب هذا هذا هذا, العمود الفقري تاع الدوله واش معناه ما معنى لما لما تقول الان نشخص ان انا ما شخصش لا ما تشخصش لكن لما تقول يعلمون ما يفعلونش؟ منهم من تقصد وفي رايك انت يا لما نتجب على هذه المؤسسه مسؤول سياسي كبير في البلاد ويرأس اكبر حزب الحاكم في البلاد يتجمع المؤسسه يعني في رايك انها هكذا جات يعني لما نقراو ندرسوا الفكره لماذا جات وما ما هي الخلفيه تاعها انا اساسا لما تكلمت دافعت موش على الاشخاص انا ما الاشخاص المؤسسه كمؤسسه كسائر المؤسسات العسكريه او الاداريه مم. احنا الاداره لما نتكلم انها مم. نطلب من الاداره انها تكون محايده في الانتخابات موش رانا ضد المؤسسه الاداره جو وانما منهم من يعلمون ما يفعلون باش باش شكون هما من باش 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 المؤسسه الاداره نبعدها عن الصراعات السياسيه مم. لان الاداره بكل بكل كوادر تاعها هي في خدمه ماذا مم. في خدمه الديمقراطيه وفي خدمه المجتمع السياسي ما لازم تكون هي إيه أداة من الأدوات أو تنحاز إلى طرف من الأطراف كما المؤسسة العسكرية هذه مؤسسة على الجمهورية اللي لازم أنها تمشي باش تحاول أنها تشتغل باش يكون جو ملائم للعمل السياسي لما نتكلم أنا نقول لا, لا ما ما, 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 ما اني نتهرب يعني واش راهم يديروا أنا أنا, انا 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 نقول باللي الناس اللي كانوا يستهدفوا المؤسسه الامنيه عندهم خلفيه خطيره جدا اللي هي اللي هي زعزعت لان لما تزعزع هذه المؤسسه راك زعزع كل مؤسسه عسكريه وتزعزع استقرار الجزائر ف يعني انا بالنسبه لي ما كانوش يخدموا الجزائر وهذا اللعب هذا اللعب السياسي واللعبه السياسيه لما تبتعد تبتعد مم. على الخط نتاعها تدخل في خط احمر وهو تولي تهدم اكثر ما تبني طيب انت صرحت لاحدى الصحف المصريه وقلت بانه هناك منافسين يطالبون برئاسية مسبقه لانه الشعب ما عطاهمش ما عطاهمش ما الصحيفه مصر لا مصريه ولا يعني هما ممكن يهزوها ممكن يهزوها على الصحافه الوطنيه لما تكلموا عن الانتخابات الرئاسية مسبقه أيوة. موقفك انا موقفي انه علاش نتكلم عن انتخابات رئاسيه مسبقه احنا عندنا يعني فتره قصيره جدا من خلصنا الانتخابات الرئاسيه ولما يتكلموا على الرئيس ان الرئيس ما مش قادر على مهامه يعني بالصوره والصوت جابوا الرئيس ودار الانتخابات نتاعو يعني امام الشعب الجزائري كامل ادى يعني ادى لأنا. ادى, أدى نتاعو وكان كيف جابوه فالناس كون ومشينا في الانتخابات وكانت الانتخابات ماشيه بدون هذا 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 الضجيج لما خلص الانتخابات بعد ست شهور سبع شهور بدينا نتكلموا على الرئيس انه موش قادر باش يسير الجزائر لما كنا في الانتخابات ما تكلموش على قدرته وما حبسناش الانتخابات وما انسحبناش من الانتخابات فالموقف انا ذاك كان مخالف تماما لان لما انا نكون غير راضي بالانتخابات وغير وانا نشوف الانتخابات عرجاء علاش ندخل الانتخابات انا وضحت ان ما دخلت انتخابات وضحت للشعب الجزائري احنا داخلين انتخابات اولا لبناء الحزب لان الحزب جديد لابد ان ندخل انتخابات لان دخلنا انتخابات بلديه انتخابات انتخابات تشريعيه بلديه ولائيه تشريعيه ودخلنا انتخابات رئاسيه وهذا في حد ذاته في ذاته نجاح كبير بالنسبه لجبهه المستقبل لما نتكلمش لا, لا لما نتكلموا لما على الانتخابات ف هناك بعض السياسيين للمواقف نتاعهم تتبدل يعني كل تحديدا قلت يطالبوا إن إن برئاسيه مسبقه لان الشعب يعني ما عطاهمش وانت هنا تعني الشعب ما قلتش ما قلتش الشعب ما عطاهمش ما قلتش الشعب ما عطاهمش انا نقول باللي الانتخابات درناها وكل الناس كانت مشاركه وشاركنا في هذه الانتخابات وخرج وخرج خرجت النتائج بكل ودرنا ولما تكلمت على النتائج تكلمت على الاداره وتدخل الاداره والنتائج كيف كانت ولكن الانتخابات انتهت ولما تكلمت درت ندوه صحفيه انا ذاك في فندق الوراسي قلت انا يا كانت الناس تهدر على التزوير حنايا عندنا بعض الأد... بعض الاشياء اللي تدل على ان فيها تلاعب بالاصوات ولكن ما عندناش اشياء ملموسه لاننا حزب مسؤول انا لو كان عندي ادله كنت نقدمها تقدمها للشعب الجزائري يقولوا دعم السلطة حتى في ولكن ولكن حتى في الانتخابات الرئاسيه الاخيره يقولوا خدموا خدمتك السلطه يعني كيف تخدمي السلطه انا الشعب خدمتك السلطه تحت, تحت الطرف كما يقولوا نعطيك نعطيك امثله يعني بسيطه في بعض البلديات بعض البلديات في القدرة الوطني نقول لك في غير مثلا بلديه انتخبت 100% انتخبت يعني ما كان واحد مريض ما كان واحد مسافر انتخبت 100% ودها الرئيس بوتفليقه 100% وعندنا يعني لي بي في تاعها تصور فعندنا هذه الاشياء شعب معايا ولكن شعب معايا يا اخي لا, لا ربي عندنا يزيدو عندنا, ربي يزيدو عندنا هذه الاشياء عندنا هذه الاشياء ولكن ما عندناش ادله وما عندناش اشياء لان فيها آه فيها آه عمل تاع آه الاداره الجزائريه اللي ما يخليكش انك ثانيا ان احنا كاحزاب وحنا كحزب جديد وهذه قلتها بصراحه ما كناش متواجدين في كل البلديات وما عندناش الناس اللي يحرسوا الصناديق في كل البلديات انا ما قلت انا ما قلت عندي قوه انا ذاك ما صرحت باللي عندي قوه انها كل صناديق راح نكونوا فيها متواجدين ما قلت باللي ندير رئاسيات و بقوه الانتخابات ما فاحنا كان عندنا موقف صريح وكنا ماشيين عاطيين ثقة في أنفسنا في مناضلنا وحاولنا أن الشعب الجزائري ومشينا للشعب الجزائري والشعب الجزائري الحمد لله مازلت زعفان شرفنا بن فليس مازلت شرفنا مازلت زعفان حتى أنا واحد أنا ما زعفش على الناس أنا ما زعفش لأن طبعي أنه العمل السياسي نتاعي دائما يخليني نفتح حوار وحتى الإنسان اللي يحاول يدير الشر نحاول نقابله بالخير ما تدرش معاك الشر والله الشر لا, لا انت تحاول, لا تحاول تحاول انك تشخص الامور خلص علش علش سياسية علش سياسية علش علش لا تشخص على شخصيه سياسيه لا علاش علاش فقط أه أه العموميه يعني علاش فقط تكلم على هذا الشخص علاش نتكلموا على صديق عبد الملك <تكلم> سلال مثلا لا لا يعني كل كل الساحه السياسيه مازال صديقك الوزير الاول سيدي دائما صديقي ويبقى صديقي طيب لأن لأن الصداقه قبل ما يكون وزير أول وقبل ما يكون وزير كان صديق. دعمني حتى واحد والدليل على ذلك راك في المقر تاع جبهه المستقبل طيب هذا المقر المتواضع. صحيح, صحيح ما عندي حتى تدعيم لا, لا من السلطه ولا من من المعارضه ولا من أي واحد. صحيح صحيح أنه أحمد ويحيى اتصل بك شخصيا بتكليف من الرئيس بعد انتهاء يعني الرئاسيات الانتخابات الرئاسيه وطلب منك تكون في الحكومه صحيح هذه المعلومه؟ لا. كلم معايا سي أحمد ويحيى وهناني. في بعد الانتخابات الرئاسيه وما طلبش مني بتكريم الرئيس هناك فقط الوحيد الوحيد اللي تكلم معايا فيما يخص الحكومه هو الوزير الاول الوزير الاول كان نقاش على الحكومه واحنا في بالطبع كحزب مازلنا نبني في حزب جبهه المستقبل ورانا مازلنا في البناء تاع الحزب فاحنا الموقف تاعنا واضح انه لما تكون حكومه ائتلافيه تاع احزاب ببرنامج واضح بمشروع واضح احنا ما عندناش يعني تحفظ قادرين نساهموا ولكن بالطريقه هذه انه تدخل كاشخاص للحكومه فاحنا ما نش قال لك انه الرئيس الوزير السيد الوزير الاول عبد الملك سلال قال لك انه الرئيس بوتفليقه يريدك شخصيا في الحكومه ما قاليش هذا الكلام قال لي ان انت شخصيا تكون في الحكومه دا ليك انت سي انا نكون في الحكومه وبالتالي هذا واش حبيت احنا, احنا اشترطت عليك انك تكون انت وانت ربما اقترحت احنا شخصيا كنت تحب زوج حقائق احنا, حق حق احنا, حق احنا حق. شوف احنا دائما مم. نبتعد عن الاشخاص لا هذه معلومه ونا انا ونا جبتها وانا وانا الا معلومتي خطا قولي خط خطا خط صحيح وانا كرئيس حزب التعامل تاعي مع الفريق تاعي في جبهه المستقبل دائما بالحوار وفي اللي قاطع مكتب وطني وكل اشياء تتناقش في المكتب الوطني وعمرنا ولا درنا موقف شخصي ولكن لاحظت كل التصريحات نتاعي كرئيس حزب لن تكون الا بعد استشاره المكتب الوطني ولما تكون قضايا اساسيه استشاره المجلس الوطني ولما تكون قضايا كما الرئاسيات مشينا المؤتمر طيب من الحزب الوحيد, الوحيد الحزب الوحيد اللي رحنا المؤتمر والمؤتمر هو اللي خرج بترشحي للرئاسية طيب مدام حزب الديمقراطي لهذا الحد وانا نحييك المجلس الوطني رفض انه انت اللي تكون في, الحكومة وصحيح انك طلبت انت زوج حقائب وما اقترحت لا, المجلس لا المجلس الوطني هذا تو شرديت الوزير هذي الاول لما اقترح عليك هذا هذه الاشياء هذه المجلس الوطني كان مكتب وطني ما يجتمعش مجلس وطني لا المكتب الوطني, عفوة عفوة المكتب الوطني عفوا انا اخطات يعني لأن المكتب الوطني المكتب الوطني كان فيه نقاش مم. والنقاش اننا الان ما نش مستعدين باش ندخل الحكومه اولا لان حزب اللي عندنا ثلاث سنين ثانيا احنا رانا نبنيو في الحزب نتاعنا ثالثا ان لو يكون في ائتلاف حكومي تاع احزاب تاع طبقه سياسيه بمشروع واضح من اجل دفع الجزائر احنا ما نكونوش غايبين ولكن لما ندخل كافراد في الحكومه يعني ما هو ما هي الفائده بالنسبه للحزب يعني ما طلبتش زوج حقائب لا ما هي ما هي الفائدة. ما طلبتش زوج حقائب لا ما تديرش تجيبني يرحم والديك يعني نقول لك احنا قول لي بصراحه وبوضوح احنا في حصة بوضوح طاراع ديرالي بغموض احنا احنا صراحه دورها <applause> لي بغموض هذه يعني هي حصص بوضوح اسمع لا اسمع انا عندي معلومه انت طلبت زوج حقائب وزاريه وما تكونش انت وزير الا صحيح المعلومه قول عاوني في الحصه اسمع اسمع كي تقول لي هذا هذا الحصه بغموض ايه راع ديرالي بغموض يعني تفضل هي بوضوح لان صحيح المعلومه انتم ولا انتم صح لا فقط ونتجاوزوا انتم الصحفيين دائما تحاولوا تخرجوا اشياء اذا المعلومه صحيحه خليني لي نروح لي لها لي خليني نروح لها انا عارف المعلومه صحيحه انت رديت على 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 سي سعيد سعدي ورديت عليه بقوه مع قناه مع قناه النهار بطبيعه الحال قلت بانه هذه تصريحات همجيه وكذا ودفعت بشده على المرحومين الرئيسان يعني رئيسين السي علي كافي والسي احمد بن بله همم والمجاهدين بطبيعه الحال أه واستثنيت مصالي الحاج لماذا؟ لا ما استثنيت حتى واحد انا بالنسبه لي لما تكلمت هو نتكلم بصفه عامه مم. صفة بصفه عامه ان احنا في الجزائر يعني درنا اعظم ثوره اعظم ثوره درناها وللاسف حولنا احنا بداتنا بدينا نقزم فيها مم. كشعب دينا نقزم فيها وكسياسيين واضربنا كل الشخصيات اللي كانت الثوريه والمناضلين تاعنا لان في الثوره تاعنا كان صراعات هذه باينه كان صراعات في كل ثورات العالم تكون صراعات داخليه ولكن لما جات جاء الاستقلال لابد ان نقدس هؤلاء نقدس اللي ماتوا ونحترم اللي عايشين نقدسهم بضعوفاتهم بقوتهم بغلطتهم بايجابيتهم احنا فقط نشوف الايجابيه نتاعهم الاساسيه ان هذا الناس كانت عندهم شجاعة انهم هزوا سلاح اكبر ضد اكبر قوه في العالم وانهم جابوا لنا استقلال احنا جيلنا الان كيف رانا قرينا كيف وصلنا كيف رانا نتكلم الان كيف رانا عايشين لو موش بتضحيه هؤلاء يعني في الحقيقه لما نتكلم عليهم دائما نتكلم عليهم بخشوع ونقدسهم لان هؤلاء قدموا الكثير والكثير. للاسف حنايا اه بدينا اه دخلنا في واحد المتاهات وكل الزعماء نتاع الثوره على دون استثناء لقينا لهم اه لقينا لهم اه يعني اه اشياء سلبيه وعدنا نضرب فيهم وحتى اعطيت مثال تاع الكاتب اللي كتب على نابليون بونابرت الفرنسي واكتب عليه كل ما هو إيجابي لما أعطاه السؤال صحفي قالوا لماذا تكتب كتبت عليه شيء إيجابي جدا ولكن هو يعني مات مسلسل وش قالوا قالوا أنا أنا فرنسي أكتب ما هو إيجابي على فرنسا وأترك كل ما هو سلبي لأعداء فرنسا تكتب عليهم للأسف إحنا في الجزائر كسرنا يعني لما نتكلم على على بن بلا الله يرحمه الله على علي الله يرحمه على مصري الله يرحمه الله على كل زعامه باشياء سلبيه هل راح نضيف شيء للجزائر؟ هل راح نضيف شيء للساحه السياسيه؟ هل راح نبني بلادي؟ فحتى حتى الاموات نتاعنا يعني في الدين تاعنا يعني نتكلم عليهم غير بالحسنى أنا طيب أنا 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 تكلمت بصفة عامة على أننا نقدس نقدس هؤلاء بكل ما عندهم من عيوب لابد أن نشوف الإيجابيات نتاعهم أكثر من السلبيات نتاعهم و أه تشوف لما نتكلم على كل اللي داروا الثورة وكل المشاكل من الولاية الأولى الولاي الثانية الثالثة الرابعة الخامسة حتى السادسة حتى يعني نتكلم عليهم وكنا نحاول حتى في الكتابات بعض بعض الكتاب سمعهم الله يجبدوا غير الاشياء السلبيه وكان بها هما يجبوا القراء بها هما يجبوا الناس. طيب وش يعني لك اسم الفريق توفيق؟ نعم باختصار وش يعني لك اسم الفريق توفيق؟ انا عرفت اطار تاع دوله سنوم ديتا عرفتو عرفتو نعم. شو بنت لك على شخصيته؟ اني قلت لك استنوم ديتا يعني رجل دولة طيب وش يعني لك الفريق قايد صالح؟ اه مجاهد ومناضل عرفتو؟ لا ما حصل لي الشرف وش يعني لك صديقك عبد الملك سلال؟ عبد الملك سلال اه عرفتو يعني اكثر من 20 سنه و25 سنه و يعني اه انا نقول انسان طيب الطيبة والانسان طيبنا نختتم هذا الحصه، نشكر كثير دكتور على هذا الحوار. بارك الله فيك. يعني استسمحك عذرا ان كانت بعض بعض النقاش او بعض الاسئله المحرجه لطبيعه الحصه وانت تدرك ذلك. اعزائي المشاهدين الى هنا وصلنا. ما عنديش ختام انا؟ يعني. تفضل عندك ختام. تفضل. <applause> 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 يعني يعني تختم انت. لا لا طبع. تفضل عندك ختام. <applause> لا ختام في الحقيقه ان الجزائر محتاجه. سواعد كل كل المخلصين في البلاد وان خطر وخاصه بعد خروج يعني عشرات او الاف المواطنين مثلا في ورقلة وصمود الكثير من الشعب في عين صالح نحييهم من هذا المنبر هذا لاننا بالنسبه لي هذا حق دستوري تعبير بالكلام او بالكتابه او بالخروج او وب... يعني هو تعبير ديمقراطي وانا نظن ان الجزائر محتاجه الى استقرار لابد اننا نحاول ان الجزائر تاعنا يعني ما يكون شرخ وندائي ايضا للسلطه أن تفتح حوار حقيقي مع المجتمع الجزائري لهذا الحوار اللي ممكن نذلل فيه كل هذه الصعاب ونبني جزائر لان اولادنا محتاجين الاستقرار وما تكلمناش على التربيه والتعليم اللي راهم ابنائنا في, في في الجزائر كله يعني هناك نوع من الانسداد لابد ان حق للمعلم وللنقابات اللي تمثل المعلمين لهم الحق انهم يديروا باضراب هذا حق دستوري ولكن ما عندهمش الحق انهم يرهنوا اولادنا أيضا للوزارة الوصية أنها تفتح حوار مع هؤلاء وتفتح حوار حقيقي وإذا كانت أشياء اللي لابد أنها تحققها للمعلم لأن المعلم بالنسبة لنا كاد المعلم أن يكون رسولا لابد أن تحترمه وهذا ختامي أن ما لازمش يعني نكسر بلادنا نبنيه بلادنا جميعا شكرا لك سي أعزائي المشاهدين إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصة بوضوح انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله